أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معنى عظيم من العظماء الذي فرت منه الشياطين، الذي كان إسلامه فتحا وهجرته عزا للإسلام والمسلمين، إنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، إلى أن يصل نسبه إلى كعب بن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. إذن هو يجتمع مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في جد من أجداده، وهو كعب ابن لؤي، لقب بأبي حفص وهو الفاروق رضي الله عنه، فرق الله به بين الحق والباطل. ولد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاث عشرة سنة، له ثلاث عشرة من الولد من الذكور والإناث. كان في الجاهلية شجاعا قويا، تحمل المسؤولية وهو صغير، بل كان رضي الله عنه يرعى الغنم، وكان يحب الرياضات كالمصارعة وركوب الخيل، وكان يكثر من الشعر ويحب التاريخ، وكان يعمل بالتجارة رضي الله عنه. حكيما بليغا حصيفا قويا، بل اختارته قريش قبل الإسلام ليكون سفيرا لها، وما تختار قريش سفيرا لها إلا إذا كان رجلا ذو فراسة وبلاغة وفصاحة. إنه عمر ابن الخطاب أشهر من أن يذكر في محاضرة أو كلمات نقولها. لقد تأثر رضي الله عنه وهو الذي كان يمنع الناس ويتعجب من دخولهم الإسلام، يتعجب لما يبدلون دينهم، وربما عذب بعضهم لما تدخلون هذا الدين، ولكنه تأثر. كيف تخرج النساء من مكة إلى بلاد أخرى هكذا، يتركون أوطانهم يتركون مساكنهم؟ يوم من الأيام عمر رضي الله عنه سأل أم عبد الله بنت حنتمة، قال لها: يعني لما الانطلاق يا أم عبد الله؟ هي الهجرة؟ قالت: نعم. قال: لما؟ قال: والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا قهرتمونا، نخرج حتى يجعل الله لنا فرجا. قال لها عمر، عمر الشديد، عمر القاسي على المؤمنين، تعرفون ماذا قال لها؟ قال لها: صحبكم الله يا أم عبد الله، صحبكم الله يا أم عبد الله. كان النبي يدعو له يقول: اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل ابن هشام أو بعمر بن الخطاب. قالوا له: يا عمر، يا عمر، سمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالوا: أختك صبأت، أختك وزوجها صبأ، أسرع إلى البيت، دخل عندهما، الخبر صحيح؟ قالت أخته: نعم. ضربها وضرب زوجها وأثخن فيهما الضرب، فلما منعته أخته قالت: ويحك يا عمر، ماذا تصنع؟ لما تفعل هذا؟ فنظر إليها تقرأ من لوح قبل أن يدخل عليها. قال: ما هذا اللوح؟ قالت: لن تمسه. قال: أعطني إياه. قالت: لن تمسه يا عمر. قال: لما؟ قالت: إنك مشرك وأنت نجس، اغتسل وأعطيك إياه. فاغتسل عمر فأخذ اللوح ليقرأ فيه: طه. رق قلبه، وإذا الباب بدأ يفتح، وإذا الهداية بدأت تدخل. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فعظمت في صدره هذه الآية، وقال عمر: من هذا فرت قريش، أي من قوله الله لا إله إلا هو. ثم أكمل حتى وصل إلى قوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ثم قال عمر: ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره، دلوني على محمد، دلوني على محمد. خرج من بيت أخته يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه وقع في حيرة من أمره، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ والهداية دخلت قلب عمر. الله أكبر، أراد الله أن يعز هذا الدين. الله أكبر، يوم أن أراد الله أن يعز العباد المستضعفين. في الطريق رأى رجلا من الصحابة فقال له: يا عمر، أسمعت ما يقول النبي؟
قال ما يقول رسولكم؟ قال يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، وذكرك وذكر أبا جهل. قال أين هو؟ فدله على مكان النبي عليه الصلاة والسلام. طرق الباب، قال يا رسول الله، يا رسول الله إنه عمر. قال حمزة، وحمزة أسلم قبل عمر بأيام. قال لا عليك يا رسول الله، فإن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيناه بسيوفنا. ففتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال عمر. قال عمر، النبي صلى الله عليه وسلم مسكه من تلابيب ثيابه، قال يا عمر، أما أنا لك أن تدخل في هذا الدين أو لتصيبنك قارعة. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله، وما جئت به من عند الله. قال النبي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فكبر أهل الدار وكبر المسلمون، وبدأت العزة لهذا الدين، وبدأ الصحابة يصلون عند البيت الحرام، وبدأوا يطوفون حوله، بدأ كل منهم يظهر إسلامه. لما؟ لأن عمر دخل في الإسلام. من المؤمنين رجال، جاء الرجال ودخلوا في هذا الدين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعض الصحابة لا زال يكتم إيمانه. جاء عمر قال يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق إن متنا وإن حينا؟ قال نعم. قال لمن نختفي يا رسول الله؟ قال يا عمر، لم يؤذن لنا بعد، لم يؤذن لنا بعد. عمر ما رضي أن يكتم إيمانه، فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى عند الكعبة متحديا، وجاء الصحابة يصلون عنده، وصلى المسلمون. عمر لم يكتفي بهذا، قال إن أبو جهل؟ قالوا في داره. ذهب الآن يريد عمر أن يعلن لأهل مكة كلهم أنه دخل في الإسلام، من كان عنده شيء فليفعل. طرق الباب على أبي جهل، خرج أبو جهل فتح الباب. أبو جهل الآن لا يعرف، لا يعرف ما الذي حصل. قال له من؟ قال ابن الخطاب. قال عمر رضي الله عنه يا أبا جهل، أما علمت أني قد صبوت؟ قال أبو جهل لا تفعل. قلت نعم. قال أبو جهل بل لا تفعل، يعني مستحيل، كل الناس يؤمنون إلا أنت. قال بل قد فعلت يا عدو الله. دخل أبو جهل وأغلق الباب على نفسه خائفا. ذهب عمر إلى باب آخر، طرق الباب بابا تلو باب، لم يكتفي عمر بهذا، ما رضي. قال أعلموني عن رجل يخبر خبري في مكة كلها. قالوا عندك جميل بن معمر الجمحي، رجل، هذا رجل معروف أنه ينقل كل أخبار مكة، وكالات أنباء، أي خبر تعطيه إياه ينقله مثل الإشاعة في كل مكان. فناداه عمر فقال له يا جميل، أما سمعت بالخبر؟ قال ما الخبر؟ قال قد أسلمت. فركض جميل بن معمر، يا أيها الناس، يا أيها الناس، تجمع الناس على جميل عنده الأخبار، أما علمتم بالخبر؟ قالوا ماذا يا جميل؟ قال صبأ عمر، صبأ عمر بن الخطاب. قال عمر وكان وراءه كذبت يا عدو الله، بل قل أسلم عمر بن الخطاب، أسلم. فقال جميل أسلم عمر بن الخطاب. فبدأ الناس يجتمعون على عمر وبدأوا يضربونه. أول من قام يضربه عتبة، عتبة الخبيث عدو الله ورسوله، بدأ يضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى قام عمر عليه فبرك على صدره وأخذ يضربه حتى وضع أصبعيه في عينيه. فقام الناس وهاج الناس وبدأوا يضربون عمر، يقولون فإذا بعمر يدفع هذا ويضرب هذا. عمر قوي الجسم، عمر شجاع، عمر بطل لا يستطيع أحد مقاومته، حتى علت الشمس وارتفع النهار وعمر يدفع الناس. فقال لهم يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله لو كنا فيها، أي في مكة، 300 ما تركناها لكم، أي لطردناكم جميعا من مكة. إنه عمر. بدأ الناس يطوفون حول الكعبة، بدأ المسلمون يصلون حولها، لأن عمر دخل في الإسلام. أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. هجرته رضي الله عنه ليست كهجرة الناس، الناس هاجروا خفية، الناس هاجروا سرا، الناس هاجروا هاربين، إلا عمر رضي الله عنه لما قرر أن يهاجر إلى المدينة مع أوائل الذين هاجروا،
جاء إلى معشر قريش وجاء إلى نواديهم ومنتدياتهم وحلقهم، وكانوا جلوسا حلقا عند الكعبة، فمر عليهم حلقة حلقة. شوفوا ايش يقول عمر، عمر الآن يريد أن يتحداهم. أول ما وقف عندهم قال: شاهت الوجوه. أول شيء دعوا عليهم شاهت الوجوه، لا يرغب الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، يعني يتبعني، ترى أنا الآن مهاجر. فما تجرأ أحد أن يتبع عمر إلا بعض المستضعفين من المؤمنين. خرجوا معه ليهاجروا برفقة أمير المؤمنين عمر أبي حفص الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. عمر له حوادث عجيبة، هذا الرجل كثيرا ما كان يتكلم بكلام، فينزل القرآن يصدق عمر رضي الله عنه. يوم من الأيام قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت هذا المقام، مقام إبراهيم، لو جعلته للناس مصلى، لو أمرت الناس أو سننت لهم أن يصلوا عنده؟ فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما أراد النبي أن يصلي على رأس المنافقين ابن أبي بن سلول ويصلي على بعض كبار المنافقين، اعترف عمر رضي الله عنه: كيف تصلي عليهم وقد عادوا الله ورسوله؟ فأنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم، على أحد منهم مات أبدا. عمر كان رأيه رضي الله عنه في بدر، كان رأيه في بدر أن يقتل الأسرى، وأبو بكر أن يفدى الأسرى، فاتبع النبي كلام أبي بكر رضي الله عنه. فأنزل الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أن يكون له أسرى حتى يثن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عمر رضي الله عنه كان يدعو دوما أن ينزل الله الحجاب، حتى أنزل الله آية الحجاب، وكان يقول: يا رب يا رب، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال الله جل وعلا: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فقال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كثيرا ما كان يتكلم بكلام، فينزل القرآن يصدق من؟ يصدق الفاروق رضي الله عنه. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه بين أنا نائم، يخبرهم برؤيا رآها النبي، قال: إذ أتيت بقدح لبن فشربت. النبي يشرب لبن، يقول: حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. تخيلوا اللبن يخرج من أظفار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم أعطيت فضلي، أي تكملة اللبن، أعطيته عمر. قالوا: بما أولته يا رسول الله؟ قال: إنه العلم، إنه العلم. كان رضي الله عنه من أشد الناس جهادا وقتالا، وكان قويا بطلا. بل في أحد، في أحد من الذي كان يرد على أبي سفيان؟ إنه عمر. لما ظن أبو سفيان قبل إسلامه ظن أن النبي قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل، ما سأل إلا عن الثلاثة. قال عمر: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، أبقى الله عليك ما يخزيك. وإذا بأبي سفيان يقول: أنت أصدق لي من فلان، من أحد المشركين. عمر رضي الله عنه كان كريما جوادا، بل من أوائل الذين أوقفوا، جعل وقف أرضا من الأراضي، جعلها وقفا رضي الله عنه، أرضه في خيبر، سهمه في خيبر، جعل أصلها ثابت وريعها لفقراء المسلمين وضعفاء المسلمين. عنده بنت اسمها حفصة، جاء إلى عثمان قال: تريد أن تتزوجها؟ فلم يرد عثمان. ذهب إلى أبي بكر، وليس في الأمر عيب أن يزوج الرجل ابنته أو أخته للصالحين. ذهب عمر إلى أبي بكر يعرض عليه ابنته حفصة رضي الله عنها، قال: تريد أن تتزوجها؟ فإذا به
لا يتكلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم علم عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج ابنة عمر، فيصبح النبي صهرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر ما تكلم، لما؟ يقول أنا سمعت النبي يتكلم عنها، أي يريد أن يخطبها، لهذا سكت. وإلا أبو بكر لا يمتنع عن زواج من ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يوم من الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا أخرى، يقول بين أنا نائم، أنا كنت نائما، يقول والناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ ذلك دون ذلك، يعني بعض الناس ملابسة إلى الصدر، ومنهم أقل ومنهم أطول ومنهم أقل. يقول ومر عمر وعليه قميص يجره، ثوبه طويل رضي الله عنه أرضاه. قالوا يا رسول الله بما أولته، يعني هذا القميص يدل على أي شيء؟ قال إنه الدين، إنه الدين. قال عليه الصلاة والسلام لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، يعني عندهم إلهام، يلهمون الحق. قال فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. رأى النبي قصره، الله أكبر، النبي بشره بالجنة أكثر من مرة، حتى أخبره أنه رأى قصره في الجنة. قال وفي فنائه جارية تتوضأ، فأراد النبي أن يذهب إلى القصر لينظر إليه، فقال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل إليه، فبكى عمر، فبكى رضي الله عنه. قال لم تبكي يا عمر؟ قال أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب، إنه الرجل، إنه العابد، إنه التقي، إنه الورع، إنه الزاهد، إنه العادل. لما تولى الخلافة كان من أعدل الناس، وسوف نذكر خلافته بعد قليل. يقول النبي يوم من الأيام، هذا كله في فضائل من عمر الفاروق رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم، يعني أهل الدرجات العالية في الجنة يراهم أهل الدرجات التي هي أقل منهم. يقول كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، مثل ما نشوف النجم الآن في السماء، النجوم الغائرة. قال وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، وأنعما. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وعنده بعض النساء، بعض النساء جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثرن من الأسئلة ويرفعن أصواتهن قبل الحجاب، فإذا بعمر يستأذن. علمت النسوة أن عمر سيدخل، ففررنا، قمنا من عند النبي وتغطينا وابتعدنا. فلما دخل عمر رأى النبي يضحك، قال ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر النسوة كنا عندي، فلما دخلت ذهبنا واحتجبن. فقال عمر يكلمهن، قال يا عدوات أنفسهن، يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالت النسوة نعم يا عمر، أنت أغض وأفض. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيهن إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عمر ذو فراسة عجيبة، ذو فراسة غريبة، بل أحيانا تتعجب من فراسته. يوم من الأيام رأى رجلا، قال له، شوف القصة الطريفة، قال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرح. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. تخيل كل نار، جمرة وابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. إيش هذا؟ كل نار. قال ثم من؟ ثم ممن؟ قال من بني ضرام، النار إذا أضرمت. قال أين مسكنك؟ قال الحرة. قال بأيتها؟ قال بذات لظى كلها نيران. قال عمر أدرك أهلك، لمن؟ قال فقد احترقوا. فذهب الرجل فوجد داره قد احترق. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب، جعل الله عز وجل الحق يجري على لسانه. بل يوم من الأيام، تعرفون قصة أبو مسلم الخولاني الذي ذهب إلى الأسود العنسي أرسله النبي، فدخل على الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، سأله الأسود الخبيث الذي ادعى النبوة، قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. ماذا؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم.
قال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. يعني شوف أبو مسلم كان يتحدى الأسود العنسي، فأمر الأسود العنسي بنار فأضرمت، وأدخل فيها أبا مسلم فطفئت النار ولم يمسه شيء، فخاف الأسود من أبي مسلم فأطلقه. أبو مسلم لم يره عمر رضي الله عنه، لم يره عمر، ما يعرفه. يوم من الأيام رأى رجلا جاء من جهة اليمن، دخل المسجد فصلى، فجاءه عمر، دخل في قلبه أن هذا هو أبو مسلم. عمر سمع بالقصة لكن لم ير الرجل، جلس عنده فقال له يا عبد الله، أما سمعت بالرجل الذي دخل النار ولم تمسه؟ قال نعم، فلان رجل من الرجال. قال أسألك بالله ألست هو؟ قال نعم أنا هو. فعانقه عمر وأخذ يبكي. تعرفون من عمر؟ عمر إذا جاء الليل سالت دموعه على عينيه، في وجهه خطان أسودان من البكاء. بل يوم من الأيام، يوم من الأيام قرأ قول الله جل وعلا آية من القرآن، قرأها فأخذ يبكي، وجلس في البيت شهرا كاملا يبكي من هذه الآية. إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. بل كان عمر إذا صلى في الناس وقرأ سورة يوسف يبكي، وكان كثير البكاء في الصلاة، ويسمع نشيجه من وراء الصفوف. وكلما مر على قول الله إنما أشكو بثي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كلما مر على هذه الآية توقف وأخذ يبكي رضي الله عنه. إنه عمر، عمر كان يقوم الليل فيسمعه أهله وجيرانه، وإذا جاء الثلث الأخير وإذا أقبل الفجر أيقظ أهله وقال لأهله الصلاة 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 الصلاة، يقظ أهله وأولاده ويقرأ قول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عمر انظروا كيف كان قبل الإسلام وماذا فعل بعد الإسلام، بكاء، خاشع، زاهد، راكع، ليله قيام، نهاره صيام، كان يكثر الصوم رضي الله عنه، وكان يكثر أن يجوع في سبيل الله جل وعلا. عمر من أشد الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو حبيبه، كيف لا وهو الذي من أجله ضحى بكل شيء. عمر رضي الله عنه جاء ليقبل الحجر، الحجر الأسود، فقال يعلم الناس حديث عهد بإسلام، قال وهو يرفع صوته قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لقد كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنه عمر سمع أن بعض الناس ربما صلى عند شجرة الرضوان. تعرفون شجرة الرضوان التي بايع الصحابة عندها؟ هذه الشجرة التي رضي الله عن كل الذين بايعوا تحتها. بعض الصحابة أو بعض حديث عهد بإسلام من التابعين وغيرهم ممن جاءوا إلى المدينة وإلى مكة من بعيد كانوا يصلون عند هذه الشجرة، فخاف عمر أن يبتدعوا بدعة جديدة أو يعظموا هذه الشجرة، وهو الموحد وهو المتبع وهو صاحب السنة، فأرسل رجاله إلى هذه الشجرة فقتلعوها. الله أكبر، تخيلوا لو أن عمر تركها، لو أنها موجودة إلى هذه اللحظة ماذا كان سيفعل الناس في هذه الأيام. إنه عمر وأكرم به من رجل، أتي ب22,000 درهم عطاء أرسل إلى عمر بن الخطاب، يقولون لم يقم من مجلسه، ما قام من جلوسه حتى فرق هذه الآلاف كلها على الفقراء ولم يبق لنفسه درهما واحدا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إنه عمر رضي الله عنه كان يكثر من الصدقة بالسكر، فسئل لما تتصدق والسكر غالي، كان عندهم يعني طعام غالي وطعام ثمين، لما تتصدق بهذا يا عمر؟ قال لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر، لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظروا لما سمع بالخبر أن حبيبه عليه الصلاة والسلام توفي، أن النبي قد مات، ما صدق الخبر ولم يسمح لأحد أن يتكلم بهذا، لأن الصدمة أكبر من أن يطيقها عمر، لأن الخطب عظيم. هدد عمر، قال والله من قال أنه مات أضربه بهذا السيف، لا يتكلم أحد على رسولنا أنه مات، بل ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى ولا سوف يرجع، فليقطعن أيادي وأرجل أناس يزعمون أنه قد مات. ما مات رسول الله، عمر لا يصدق أن النبي قد مات، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي صادق عمر، عمر لا يحابي أحدا ولا يجامل ولو على حساب نفسه. عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك أحب إلي من كل شيء في الدنيا إلا من نفسي. قال لا يا عمر، إلى الآن تحتاج إلى درجة أخرى أيضا. ذهب عمر ورجع فقال له يا رسول الله والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال له النبي الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، إنه الرسول الذي أحبه عمر رضي الله عنه حبا جما. تولى الخلافة، تخيلوا، أجبر عليها رضي الله عنه، أجبره عليها أبو بكر، وجيء له ببعض أموال الخلافة، فبكى، بكى وقال لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. سمع بعدما تولى الخلافة أن الناس هابوا عمر، عمر قبل الخلافة كان شديدا، تخيلوا ماذا سيصنع بنا الآن، ماذا سيفعل بهذه الأمة بعد أن تولى الخلافة. سمع عمر بهذا فنادى في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم خطبهم خطبة بليغة، ثم قال لهم إني قد وليت أموركم أيها الناس. تخيلوا عمر والناس يستمعون والرعية جالسة، وأول خطبة للخليفة الجديد، للأمير الجديد، أول خطبة له، أيها الناس إني قد وليت أموركم، فاعلموا أن تلك الشدة، أي شدتي، قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم وعلى من عاد المسلمين، أما على المسلمين فإنها قد أضعفت. ثم بعدها قال وإني بعد شدتي تلك، الله أكبر، أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إنه عمر من أولهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. امرأة وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة يمر على امرأة في الطريق، تعرفون ماذا تقول له؟ امرأة عجوز وعمر معه أحد مواليه، فقالت له ما نادته يا أمير المؤمنين؟ قالت له إيه يا أمير المؤمنين، عمير تقول أنا أذكرك كنت تنادى عمير في سوق عكاظ وتصارع الصبيان. يعني شوف الآن إيش صرت، أنا أذكرك يا أمير المؤمنين كانوا يسمونك عمير، حتى عمر ما ينادونك، تصارع الصبيان في سوق عكاظ، ثم صرت عمر، ثم صرت أمير المؤمنين. فقالت المرأة فاتق الله يا عمر، فاتق الله يا عمر. فذرفت عينا عمر وجلس يبكي، فقال مولاه يا فلانة، يا أمة الله اتق الله، أبكيت أمير المؤمنين؟ قال دعك عنها يا فلان، اتركها يا فلان، هذه امرأة سمع الله لها، ألا يحق لأمير المؤمنين أن يسمع لها؟ قال من هي؟ قال إنها خولة بنت حكيم، قد سمع الله. وعمر يبكي، قد سمع الله قول التي تجادلك، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طلحة بن عبيد الله يتتبع عمر، عمر يدخل بيت بعيد، تعجب طلحة،
من هذا البيت الذي يدخل إليه صاحب؟ من هذا البيت الذي يدخل إليه عمر كل يوم؟ يقول طلحة: جئته في وقت، دخلت الباب، دخلت البيت، طرقت الباب، استأذنت. يقول: فإذا بالبيت امرأة عجوز عمياء مقعدة، كسيرة حسيرة على الأرض مقعدة، امرأة كبيرة في السن. فسألت هذه المرأة: ما شأن الذي يدخل عليك كل يوم؟ ربما كانت نفس العجوز التي يدخل عليها أبو بكر. قالت المرأة العجوز: لا أعرف من هو. قالت: ما يصنع عندك؟ قالت: يصلح شؤوننا ويكنس بيتنا ويصلح أمورنا. قال طلحة وهو يبكي: ثكلتك أمك يا طلحة، ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع. يوم من الأيام دخل السوق وهو على حمار يردفه غلام، ركب خلف الغلام وجلس. قال: يا أمير المؤمنين، بل اجلس وأنا أمشي معك. قال: لا، اجلس على المكان الناعم ودعني على المكان الخشن. دخل رضي الله عنه في السوق والناس ينظرون: ماذا يصنع أمير المؤمنين؟ لما يفعل هذا؟ لما يركب هكذا؟ يعني رجالنا ما يفعلون هذا وأمير المؤمنين يفعل هذا. يوم من الأيام يقول عثمان بن عفان في يوم حار شديد الحرارة، يقول: ما خرج أحد من الناس من بيته في الظهر، وقت الظهر، يقول: رأيت رجلا مقنعا غطى وجهه يسوق بكرين، أي إبلين، في شدة الحر. يقول: فقلت لغلامي: انظر من هذا الرجل في هذا الوقت من الحر يفعل هذا، لو انتظر حتى المساء، حتى العصر على الأقل. يقول: فاقترب الرجل ولا نعرف من هو. يقول: فلما اقترب فإذا هو أمير المؤمنين. قال عثمان: يا أمير المؤمنين، لما تصنع هذا؟ لما تصنع هذا، تسوق الإبل في وقت الحر؟ قال: يا عثمان، إبلان من الصدقة شردا، فخفت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، يسألني الله عنهما يوم القيامة. فقال: يا أمير المؤمنين، اجلس في الظل ونحن نسقهما عنك. قال: يا عثمان، دعك في الظل، دعك في الظل، ودعني وشأني، ودعني وشأني. عمر، عمر ابن الخطاب يوم من الأيام رأى بعيرين في السوق سمينين يباعان. قال: لمن هذا؟ قالوا: لابنك عبد الله. فنادى عبد الله: يا عبد الله تعال، يا عبد الله تعال. فجاء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من أين لك هذا؟ قال عبد الله: يا أبي، اشتريت إبلين هزيلين بمالي ووضعتهما في الحمى، في حمى الصدقة مثل الناس، فلما سمينا بعتهما. قال: إيه، يقال أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين. ثم قال: يا عبد الله، بع الإبلين وخذ منهما رأس مالك وأرجع الربح إلى بيت مال المسلمين، وأرجع الربح إلى بيت مال المسلمين. يقول ابن عباس: يوم من الأيام ناداني عمر فقال لي: يا ابن عباس، تعال اجلس معي. يقول: فجلس عنده يوزع الذهب، نطع جلد عليه ذهب يوزعه على الفقراء وعلى بيت المال وعلى المجاهدين وعلى المساكين. يقول: فبكى عمر. قلت: لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زوى الله، يعني أبعد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر، ثم أعطانيه إياه لخير أعطانيه إياه. لا والله، ما بعد الله هذا عن نبيه وعن صاحبه، وأعطاني هذا المال وهذا الخير لخير أعطانيه إياه. يقول: فأخذ يبكي، وأخذ يبكي رضي الله عنه. قال بعضهم: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. أخذ عمر يوم من الأيام تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا، يا ليت أمي لم تلدني. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوم من الأيام يكلم نفسه، يكلم نفسه، يقول: بخم بخم أمير المؤمنين، يعني الناس ينادونك أمير المؤمنين. فقال في نفسه: لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
إن عذاب ربهم غير مأمون. وهدية إلى من تولى أمور المؤمنين. قدم عمر الشام فصنع له طعام وكان معه خالد بن الوليد، فقال هذا الطعام لنا؟ قالوا نعم هذا لك يا أمير المؤمنين ولأصحابك. قال فما لفقراء المسلمين؟ طيب إذا كنا نأكل هذا ماذا يأكل الفقراء؟ قال يعني يأكلون أم لا يأكلون؟ ما بالهم ربما يباتون لا يشبعون ونحن نأكل؟ وعمر يبكي. فقال خالد يا أمير المؤمنين لهم الجنة إن شاء الله، يعني هم يصبرون ويحتسبون يدخلون الجنة. وأكثر عمر البكاء فقال إن كان في هذا يعني نحن نحصل على هذا ويذهب أولئك بالجنة فقد بانوا بونا عظيما، فقد بانوا بونا عظيما. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، أنهم إلى ربهم راجعون. عمر رضي الله عنه، عمر يقول أحدهم كان هو الخليفة ويربط على بطنه حجر فيقرقر بطنه فيقول لبطنه قرقري قرقري أو لا تقرقرين، فوالله لا آكل حتى يشبع فقراء المسلمين. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. كذاك أخلاقه كانت وما أحدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. إنه عمر رضي الله عنه أصيب بمرض، مرض مرضا شديدا، فوصف له الطبيب عسل أن يأكل عسلا فيشفى، لكن ما عنده مال يشتري به عسل. الخليفة أمير المؤمنين يملك أعظم دولة، خاف منه الروم وفارس وما عنده مال يشتري عسل. فقالوا له يا أمير المؤمنين في بيت المال شيء من عسل، بقيت بقايا من عسل في بيت المال وأنت مريض محتاج. قال لا، قال والله لا أكل حتى تستأذنوا من جميع المسلمين، اسألوا الناس في المسجد في الطرقات أخبروهم أن أمير المؤمنين يريد أن يستخدم العسل الذي في بيت المال، فإن أذنوا فنعم وإلا فهو علي حرام. وإذا حكمتم إمام عادل، وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. بل عمر سمع أن أحد ولاة عمرو بن العاص ابنه ضرب أحد الأقباط من غير المسلمين، فناداه عمر وجاء به وأمر القبطي أن يضرب ذلك ابن الخليفة فضربه، قال اضرب ابن الأكرمين فضربه، قال اضرب فضربه، قال اكتفيت يا أمير المؤمنين أخذت حقي، قال بل زد. توقف الرجل قال بل زد، منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس أن تحكموا بالعدل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت عمر بن الخطاب على قتب يعدو يركض، يقول فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب أين أنت ذاهب؟ تخيلوا أمير يركض. قال عمر لعلي قال بعير ند يعني هرب من إبل الصدقة أطلبه. فقال علي قد أذللت الخلفاء بعدك يا عمر، قد أذللت الخلفاء بعدك يا عمر، يعني سنة صعبة تجعل الخليفة يعدو خلف كلما ضاع من إبل الصدقة. فقال يا أبا الحسن لا تلومني، يا أبا الحسن لا تلومني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، لأخذ بها عمر يوم القيامة. وكان يردد قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. يوم من الأيام وجد عند أحد أبنائه درهما، قال من أين لك هذا؟ قال أعطاني إياه معيقيب، معيقيب هو خازن بيت المال. فجاءه عمر مسرعا بيده الدرهم، قال يا معيقيب لما أعطيت ابني هذا الدرهم؟ قال يا أمير المؤمنين، يعني غسلت بيت المال، يعني أنفق المال كله على الفقراء، فوجدت درهما ساقطا اللقطة، فأخذته وأعطيته لابنك. قال ويحك يا معيقيب، أوجدت علي؟ يعني جعلت في نفسك علي شيء؟ مالي ومالك؟ أردت أن تخاصمني أمة محمد في هذا الدرهم يوم القيامة؟ يعني تريد أن تعذبني بسبب هذا الدرهم يوم القيامة؟ إنهم من؟ إنهم الأتقياء، إنهم الأنقياء. تعرفون ثوب أمير المؤمنين كيف كان؟ فيه 14 رقعة، مرقع الثوب، ثيابه بالية رضي الله عنه، نقش خاتمه كتب على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. يوم من الأيام تأخر عن خطبة الجمعة، هو الذي يخطب، فلما وقف قال والله ما أخرني عنكم إلا قميصي ممزق، ما عندي غيره، كان يخاط، فلما خدت قميصي قمت إليكم. الله أكبر، إنه من؟ إنه أمير المؤمنين. رأى أحد أصحابه يوم من الأيام يشتري لحما، قال ما هذا يا فلان؟ قال اشتهيت لحما فاشتريته. قال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ألا تخاف من قول الله جل وعلا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ أما تخاف أن تقول لنا الدنيا ولغيرنا الآخرة؟ تربى على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول دوما لنفسه بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. يوم من الأيام صاحب كسرى الهرمزان جاء يبحث عن أمير المؤمنين الذي هز الدول، الذي هز الإمبراطوريات، الذي فتح الدنيا. يسأل عن هذا الرئيس، عن هذا الحاكم، عن هذا الملك. قال أين أميركم؟ دخل المدينة. قالوا ابحث عنه ربما في المسجد، دخل ما وجده. قال أين أميركم؟ قالوا هنا، ربما هنا، حتى وجده تحت ظل شجرة نائم. قال أريد أميركم. قالوا ها هو. قال أسأل عن أمير دولتكم، رئيسكم. قالوا ها هو. قال هذا الذي هو نائم؟ قالوا نعم. قال أين جنوده؟ قال ما عنده جنود. حرس؟ ما عنده حرس. حشم؟ ما عنده حشم. هكذا ينام؟ قالوا نعم هكذا ينام. الله أكبر. ورعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. عمر أجر الله على يديه الكرامات، يوم من الأيام كان يخطب في الناس خطبة جمعة، وأرسل سرية ذهبت منذ أيام تقاتل في سبيل الله، وهو يتكلم في الخطبة قطع الخطبة عمر، فقال يا سارية يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ثم أكمل الخطبة. الصحابة تعجبوا، ما بال أمير المؤمنين يقول هذا؟ ولما رجع الجيش بعد أيام سألهم عمر عن أحوالهم، قالوا كدنا أن نهزم يا أمير المؤمنين لولا أن الله أنقذنا. قال كيف؟ قال وهم يثخنون فينا الجراح سمعنا مناديا ينادينا يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، يقول فرأينا جبلا خلفنا فاحتمينا به فنصرنا الله عز وجل. ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم. إنها الولاية، إنها كرامة يجريها الله عز وجل على يد أوليائه. عمر يوم من الأيام في الليل يعس، أي يتحسس في الليل يحرس المسلمين. يوم من الأيام سمع امرأة عندها صبي يبكي، فجاء عمر قال يعني ما بال الصبي يبكي؟ قالت لا شيء لا شيء،
فذهب ثم ازداد بكاء الصبي، فجاءها عمر اسألها يعني ما بال الصبي يبكي بكاء شديد في الليل. فقالت الأم قالت أرغمه على الفطام. قال لما تجبرني أكل؟ قال لما؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. يعني عمر كان عنده رواتب للأطفال علاوة للأولاد عنده من أيام عمر رضي الله عنه، والمسلمون يعيشون في عز ورخاء، إنها دولة الإسلام، إنها الخلافة الراشدة. لكن عمر ما يعطي للربع، يعطي لمن فطم، لأن الرضيع يرضع من أمه ما يحتاج إلى طعام. فبكى عمر لما سمع هذا، فصلى الفجر. يقول الصحابة ما ندري ماذا يقرأ من شدة البكاء. ثم قام في الناس وقال لهم يا بؤسا لعمر، يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم قال يا أيها الناس لا تعجلوا، لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. يعني كل مولود خلاص من اليوم أول ما يولد الولد نفرض له فرضا، نعطيه عطاء. لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، إنها الرحمة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يمشي في الليل يوما ليلة فيسمع امرأة تقول لابنتها يا بنية امذقي هذا اللبن بالماء. فتقول البنت أما سمعت ما يقول أمير المؤمنين؟ قالت ما يقول؟ قالت منع أن يمذق اللبن بالماء. قالت وما يدري أمير المؤمنين عنا؟ قالت إن لم يدري فإن الله عز وجل يدري عنا، فإن الله يعلم. فسكتت الأم، فأرسل أحد مواليه إلى هذا البيت في الصباح، عمر أرسله قال سل عن هذه الجارية أهي متزوجة أم لا؟ فرجع فقال لا غير متزوجة. فجمع عمر أبناءه قال من منكم يريد أن يتزوج؟ فقال ابنه عاصم أنا يا أبي أريد أن أتزوج. فزوجه هذه الجارية، فولدت له هذه الجارية بنتا، فولدت هذه البنت ولدا حفيدا أصغر لعمر. تعرفون من هو؟ إنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ذرية بعضها من بعض. الله أكبر، عمر بن عبد العزيز يخرج من نسل من؟ عمر بن الخطاب. إنه بيت صالح، إنهم آل بيت طيبين. يوم من الأيام عمر رضي الله عنه نودي إلى بيت المقدس، فتح بيت المقدس الذي كان النبي يتشوق إلى فتحه عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر فقال له من؟ قال له أبو عبيدة يا عمر يا أمير المؤمنين لو لبست غير هذا اللباس، لو ركبت غير هذا المركب. قال ويحك يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، لو غيرك قالها لضربته وأوجعته بهذه الدرة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فدخل بيت المقدس وفتح أبوابه ونشر الإيمان والخير والبركات، وأمر بلالا أن يؤذن في ذلك البيت، فأذن والصحابة متواجدون. فبكى كل منهم في زاوية، أخذوا يبكون. فتح بيت المقدس، أين هو اليوم؟ لكل فاجعة في الدهر سلوان، وما لنكبة أرض القدس سلوان، هذه مآذنه خرساء ذاهلة، فلا أذان ولا في الناس آذان. بيت مشى أمس في ساحاته عمر، فكيف يمرح فيه اليوم شيطان. عمر فتح هذا البيت، من يفتحه اليوم؟ من لهذا البيت اليوم؟ كان شديد الحساب لولاته. يوم من الأيام سمع أن والي حمص بنى علي أي بيت مرتفع، بيت بعيد عن الناس. قال أرسل رسالة وأمرهم أن يحرقوا بيته وأن يؤتى به، فجيء به. قال احبسوه في الشمس 3 أيام يأكل ويشرب في الشمس، وبعد 3 أيام أعطاه ثيابا بالية وأمره أن يرعى ويسقى الإبل. ولما شق عليه ناداه عمر قال منذ متى توليت الإمارة؟ قال منذ كذا وكذا. قال هل علمتك الإمارة أن تجعل لك علية وتحتجب عن الناس؟ إنه من؟ إنه عمر. يا ليت لنا مثل عمر في هذا الزمن. إنهم الرجال من المؤمنين رجال، رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه قال تمنى وكل منهم تمنى ذهبا أن ينفقه في سبيل الله وأموال وغيرها. قال عمر أما أنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة برجال مثل أبي عبيدة ومعاذ سالم وحذيفة وفلان وفلان. قال أجاهد بهم في سبيل الله عز وجل. إنه من؟ إنه عمر، صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة، إنها نور يتلألأ، إنها تاريخنا الأغر. نحتاج في هذا الزمن إلى أمثال هذا الرجل. عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، عمر الفاروق. فرت منه شياطين الجن وشياطين الإنس، سد منيع في أبواب الفتن التي ماجت في هذه الأمة. سد هذه الفتن إنه عمر رضي الله عنه، وموته كان فتحا لباب الفتن. كان يقول في آخر حياته اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. لما علم أن حياته قد اقتربت على نهايتها كان يمكث في المدينة يريد أن يموت فيها في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رؤيا أن ديكا نقره نقرتين، ففسر له بأنه يقتلك رجل من العجم. حذيفة يأتي إلى عمر بن الخطاب فيقول له عمر يا حذيفة أسماني رسول الله من المنافقين؟ يقول لا والله يا عمر، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من النفاق. يقول لو أن مناديا نادى من السماء يا أهل الدنيا كلكم في الجنة إلا واحد، يقول عمر لخفت أن أكون هو، لخفت أن أكون هو. يدعون ربهم خوفا وطمعا. عمر رضي الله عنه، يأتيه حذيفة يسأله عمر عن الفتن، فيقول حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها باب مغلق. صلى الفجر بالناس، وكان أحيانا يصلي بسورة يوسف وأحيانا بالنحل. فدخل رجل مجوسي أبو الأولى يخترق الصفوف، فطعنه بسكين ذي طرفين. ليبدأ رحيل هذا الجبل، ليبدأ خروج وأفول نجم من نجوم الإسلام. طعنه وهرب، هرب العلج، فتبعه الرجال، فطعن 13 من الصحابة، مات منهم 7 في ذلك اليوم. حمل وأدخل البيت، وكلما فاق عمر والجرح ينزف قال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقام وتوضأ وصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه، ثم استلقى على الفراش والجرح يثعب دما. دخل عليه ابن عباس قال أبشر يا أمير المؤمنين، ما من عين تطرف إلا ويبكون عليك. قال غر بهذا غير يا ابن عباس، غر بهذا غير يا ابن عباس. دخل علي وأثنى عليه رضي الله عنه، ثم قال نادى ابنه قال يا بني اذهب إلى عائشة وسلم عليها وقل لها، قل لها إن عمر يسلم عليك. فلم يعد أميرا للمؤمنين، يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن عند صاحبي. يقول فذهبت إلى عائشة فوجدتها تبكي، تبكي على عمر رضي الله عنه، فاستأذنتها وأخبرتها. قالت والله كنت أدخر هذا المكان لي، لكن بعد أن طلبه عمر والله لأثرنه لعمر. توثر المكان عند أبيها وعند زوجها عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب. وجاءت الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة، يدخل عليه الناس يعودونه يسلمون عليه يودعونه. دخل عليه شاب فلما أراد أن يخرج وثوبه طويل قال يا ابن أخي تعال، قال ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ثم بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال لابنه عبد الله يا بني ضع خدي على الأرض. يقول لم أرد عليه، ظننت أنه في السكرات لا يعني ماذا يقول. قال يا بني ضع خدي على الأرض. يقول ما أدري يعني ما التفت إليه. فقال لي في الثالثة يا بني ضع خدي على الأرض. يقول فوضعت خده على الأرض فسالت دموعه فقال ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. ثم لفظ الشهادتين وخرج هذا البطل من هذه الدنيا لتبدأ صفحة أخرى. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب. بكى الناس، بكت المدينة،
دمعت الأعين، خيم عليهم الحزن، بطل من أبطال هذه الأمة رحل، بدأت الفتن تموج في هذه الأمة موج البحر منذ مقتل عمر إلى هذه الأيام، فقد كان رضي الله عنه سدا منيعا، إسلامه عزا وهجرته فتحا وحكمه عدلا، إنه أبو حفص الفاروق، جمعنا الله وإياكم به تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، رضي الله عن عمر، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.